القليل من المعونات والكثير من المعاناة. منذ أشهر يعاني الكثير من مرضى السكري في اليمن نقصاً حاداً في الأدوية، خاصة في المحافظات التي تشهد مواجهات عنيفة، إذ أطلقت مستشفيات عدة نداءً يفيد بنفاد كميات الأنسولين لديها، لتستجيب منظمة الصحة العالمية لذلك النداء بعد شهرين من إطلاقه بتوفير كميات من الأدوية الخاصة بمرضى السكر. وقد تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان أكثر من 140 ألف جرعة ليتم توزيعها على جميع محافظات البلاد. ليس مرض السكر وحده وراء معاناة المرضى في اليمن، وباء حمى الضنك أيضا الذي اجتاح مديريات بيحان بمحافظة شبوة بشكل مفاجئ منذ منتصف مارس الماضي، وصل عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 1770 حالة. أما حالات الوفيات فقد بلغت 21 حالة نزفية لعدم وجود جهاز فصل الصفائح الدموية. وبحسب مدير مستشفى الدفيعة في بيحان، فإن تزايد حالات الإصابة بهذا الوباء يأتي نتيجة للحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على بيحان، إلى جانب تجاهل الجهات المعنية في مكاتب وزارة الصحة العامة والسكان. وزير الصحة العامة والسكان قال إنه بالتعاون مع المنظمات المانحة سيتم توفير المشتقات النفطية لمعظم المستشفيات الحكومية في عموم المحافظات، وذلك لمدة 6 أشهر. تتعدد الأمراض والمعاناة واحدة، ما بين مرض السكر وحمى الضنك هناك أنات تتعالى ولا جهود كثيرة تبذل لتخفيفها.